كنسبق لها انه جات كنت كتصلح الكنيسه الان صبحت عيب اللي خداها راه عيب عليها. اذا بقات تتبع لان اذا السوق ان ممكن تسقط اي لحظه وتضر المواطنين الى اخره. راه المشكل ماشي في الاختلاف ديالك، ماشي المشكل في الاختلاف ديالك، الاختلاف ديالك جا في بلاصه الهيبه، لان الهيبه مسطره معقده. قالوا عمليه الاقتداء هي عمليه سياره، ماشي هذا هو المشكل. حتى ما رمزين ولا شي حاجه ولا بثمن معقول، ماشي هو هذا هو المشكل. المشكل هو الاصلاح ديالها، اما الهد او الاصلاح، لان مرتبطه بحي بكامل يهدمها. عرفتي الكنيسه شفت مشاورات في الحي كامل، الا بغيتي تهدمها خصك تهدم الحي كامل. اذا بغيتي الكنيسه الا بغيتي تبنيها راه اموال طائله. هذا هو الاشكال اللي ناقشناه. ما عمليه الاقتداء هو تسهيل العمليه ديال التفويت فقط، ما درناش هبه، درنا اقتداء بثمن رمزي او بثمن معقول الى اخره، مزيان في صالح العالم. ولكن الاشكال الكبير هو العمليه ديال الاصلاح.